السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وحلقة جديدة من تغطياتنا لبطولة كأس خليجي 25 البصرة عالمية بعد الافتتاح الذي شهد يوم امس وبشهادة الجميع. لكن احنا اليوم راح نتطرق على جزئيات فنية وبعض الاشياء اللي تخص والامور اللي تخص الافتتاح. اناقش هذه المحاور مع ضيفي الاستاذ عدي حاتم. مرحبا بك استاذ. مرحبا، تحية لك والقناه الموقره ولبرنامجك الجميل. الله يسلمك وشكرا لكل الاستضافه وتحية للجنود المجهولين خلف الكواليس. الله يسلمك، وايضا من البصره كابتن كريم جومبل مثل ما معروف. مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم، وحللتم سهلا و فرحانين بكم جدا. احنا بالتالي ونتابع البلد. البصرة بصرتنا يعني. اكيد هي البصرة بصرتنا. بداية نتحدث عن الافتتاح اللي يوم امس نقل البصرة بصورة فعلا عالمية، ممكن حتى دخلت ارقام غير. الحقيقة اذا ما اردنا نتحدث عن الافتتاح يوم امس كان علامة فارقة في تاريخ الرياضة العراقية. نعم. وليس كرة القدم فحسب. لم يشهد العراق افتتاح بطولة بهذا المستوى وهذه الدقة وهذا الاهتمام على مدى التاريخ. على مدى التاريخ. لذلك يعني الافتتاح كان رسالة واضحة لأن العراق قادر ويدخل مراحل التحدي في إثبات القدرة على الاستضافة والتنظيم. القضية هي ليست قضية عروض فحسب أو اتكيت للافتتاح بطولة معينة، وإنما فيه رسائل شتى ومنها المراحل التاريخية التي جسدت تاريخ العراق وانتقالات هذا البلد. أيضا أشارت عروض الافتتاح إلى الرموز التاريخية والحضارية مثل جنان بابل وأسد بابل وما إلى ذلك. كذلك صدحت الحناجر العراقية باللحن العراقي والكلمة العراقية واللكنة العراقية المحبوبة لدى الجميع. لذلك كان واضح جدا ورسالة واضحة الأسطر والمفاهيم لكل من كان في الملعب وخارج الملعب. زي كابتن كريم، يعني كرة القدم حقيقة يعني عظيمة. تب ربع ساعة، هو الافتتاح كان ربع ساعة أبو هشام، انت وصلت كل ثقافتك كل عاداتك كل تقاليدك للعالم. هذا يعني الموضوع جاء عن طريق كرة القدم. يعني يجوز صار سنوات من بعد السقوط ولغاية الآن ما قدرنا نوصل رسالة للعالم فعلية مثل ما نجحنا يوم أمس هاي الربع ساعة. أكيد يعني كرة القدم هي يعني رسالة إلى كل العالم بكل الأشياء، محبة ومودة واحترام. فالقضايا المرئية الآن والسرعة نقل الأشياء هذا أي أخذت يعني أخذت لها فد مسافة واسعة. البارحة شفنا فرد نقلة نوعية، أي نقلة جيدة، نقلت للعالم من نحن. يعني أنا كنت أعتقد بأن العالم كان يجهل زين او يعني طالعين من حرب والبصره متدمره. يعني الصوره باعتراف الجميع، كل من زار البصره قال الصوره اللي جاي توصلنا. فظهرت البارحه البصره عروس جديده متجدده دائما. والبصره مدينه البصره خاصه لها اثر تاريخي مثل ما قال الاستاذ عدي، تاريخي قديم. يعني من اكثر المناطق هي تاريخيا الكوفه والبصره، حتى كانت اللغة العربية تطلق لغة الكوفة ولغة البصرة بيناتهم كانت. فكان البارحة فرد رسالة للعالم بأن أنتم بعد ما لكم علة أو حجة بأن تخلوها وراكم، يجب أن دائما البصرة أن توضع للأمام. أبو شمس رئيس الاتحاد الدولي يوم كان موجود بالملعب، وطبعا إحنا كإعلاميين بشكل عام يعني كنا نتمنى هاي الزيارة سابقا، لكن يوم امس وصل ودار البصره وشاف بعينه الافتتاح. شنو يريد رساله بعد اكثر من هاي الرساله لرفع الحظر عن الملاعب العراقيه؟ اعتقد انه حضور رئيس الاتحاد الدولي له انعكاسات ايجابيه كبيره. اولا يشعرك بان هنالك اهميه للعراق نعم كاتحاد وطني
ضمن الاتحادات المنضويه تحت لواء الفيفا. ايضا ان رئيس الاتحاد الدولي بدا يعرف ويفهم ويستوعب قيمه العرب بصوره عامه والخليج تحديدا بخلال اهتمامه بمونديال قطر والحضور الرسمي لهذا المونديال، ومن ثم بعد ذلك الحضور الى البصره لمتابعه حفل الافتتاح. هذا يبعث دلالات واضحه على ان العراق فقط كان يحتاج الى فرصه. فعلا الاحاديث وما يشاع كان مؤثر جدا حتى داخل البلد وخارج البلد، وبالتالي لا يمكن ان نثبت عكس هذا الا اذا ما منحنا فرصه لتقديم انفسنا بالشكل اللائق. واحنا اليوم وهذا ما حصل. نعم. كنا فقط نحتاج الى الفرصه. زين. والان جاءت الفرصه وقدمنا ما لدينا، وانا واثق لدينا اكثر. فهذا هو فقط كنا نحتاج الى الفرصه لنقدمها الى الاتحاد الدولي، الاتحاد العربي، الاتحاد الاسود، الراي العام العربي والعالمي، حتى يعرفون مدى قدره العراق على الاستضافه والتنظيم وضمن الاطار الشرعي والرسمي. لو اليوم يعني الاتحاد الدولي جاي يدرس اللي هو بطوله الخليج تكون ضمن الفيفا دي، يعني ضمن الفيفا، ضمن اتحاد الفيفا، البصره فال خير ايضا على بطوله الخليج. نعم. بالتاكيد اولا يعني احنا يمكن نهنئ البصره والبصريين ان هذه النسخه الاولى من الخليج تقام في غير العاصمه. نعم. في كل الدول اقيمت فيها العاصمه ما عدا العراق، اقيمت في غير العاصمه. هذا يعطيك انطباع على ان العراق يمتلك اكثر من مكان لاقامه بطولات رسميه. سبقا صارت في بغداد، في الشمال، في بغداد، في البصره. نعم. ومن الممكن مستقبلا سيما وان العراق يشهد نهضه عمرانيه بالبنيه التحتيه واقامه الملاعب، من الممكن ان تنتقل الى محافظات اخرى. هذا جانب. الجانب الاخر تنظيم البطوله هو لا يقتصر فقط على انه مسابقه لكره القدم فحسب، اكثر من ذلك، وانما هنالك ابعاد استراتيجيه، ابعاد اقتصاديه، ابعاد اجتماعيه، تبادل ثقافات، تبادل حوار، تبادل موروث، تبادل فولكلور. الان بدا الخليج يعرفون كل شيء عن البصره، نراهم في الملعب ونراهم في الشارع. في الشارع يلتقطون الصور، يتحدثون مع الجمهور، يتحدثون مع الشرطة العرب، مع الزوار. هي صدرت هسه البصرة، صدرت من العزوبية. بالتأكيد. العزوبية صدرت الكرة. هذا الموضوع حقيقة نحن كعراقيين ليس بالغريب علينا، لأن هذا الكرم هو أصلا صفة عراقية لعموم العراقيين. نعم. أما البصريين فيمتازون بهذا القضية. لماذا؟ لأنها هويتهم. فعلا. البصري هو هوية الكرم. يعني مو فرض أو مثلاً شيء عابر، فإنما يعني هذا جزء من هويته. مع ذلك الكرم والحفاوة وحدهما لا يكفيان، نحتاج إلى أن نرتقي أكثر بالتنظيم، لأنه لا يكون من كل النواحي. يعني ما قدمناه لوجستية، ما قدمناه إذا ما أردنا أن نلحق بركب الدول المتقدمة علينا أن ننظر إلى ما قدمناه أننا لم نقدم شيء، وبالتالي علينا مضاعفة الجهود والبحث عن منافذ تعين على إقامة كرنفالات، بطولات بشكل أعمق وأكبر، وفي بطولات أكثر أهمية من كأس الخليج. طيب كابتن كريم، يجوز المحافظات حاليا بالوقت الحالي، محافظات العراق حازدة البصرة على البطولة لسبب واحد، وأنا حكيت قلت تكون البطولة تصير كل دورة بمحافظة، لأن البصرة حاليا شهدت إعمار، شهدت ازدهار، وعلى سبيل المثال أنت بعد الميناء الملعب شفته شلون اكتمل، الكورنيش، باقي المنشآت اللي موجودة، المرافق الصحية، المرافق السياحية. اليوم البصرة غير شكل على بطولة الخليج. أكيد يعني البصرة كانت يعني من زمان تستحق بأن يصير هذا الضيافة في البصرة. طبعا احنا نشكر المسؤولين وعلى رأسهم الشيخ أسعد، يعني قام بنهضة غير اعتيادية للبصرة. البنى التحتية اهتم بيها، وهو الآن في مجال التطور بعد أكثر بالبصرة. نشوف الشوارع الجميلة، شوف الكورنيش، انتم يعني مو غريبين عليه، شفتوا الكورنيش. لا بس اليوم شفناه بغير شكل، يعني أنا زار البصرة قبل سابقا أبو شمس،
اليوم تروح الكورنيش ما تصدق انت بالبصرة. اكيد يعني لان ليش؟ لان اكو اهتمام من المسؤولين الموجودين بالبصرة، صار اهتمام، وخاصة بعد زاد الاهتمام عندما صارت دورة الخليج 25 قررت في البصرة. زين كل الجهود بذلت في سبيل أن نكون إحنا وجه لائق للعراق، والبصرة بالفعل هي دائما كانت وجه لائق للعراق، سواء اقتصاديا أو سواء يعني إحنا من عندنا شاكر السياب لا تنسى. زين يعني الرجل فالحضارة بالبصرة قلت لك قديمة جدا، وذلك هسه نتمنى تنبع. يعني أريد أقول قبل كانوا الخليج يتمنون المدنهم أن تكون مثل البصرة قبل سابقا. سابقا يعني كل شيء أنا لا سمعتك القضية المهمة جدا في البصرة أساسا كانت واحدة من الولايات الثلاثة التي يرتكز عليها النظام في العراق السابق، لكن كل الحكومات التي توالت على حكم العراق لم تنصف البصرة إطلاقا حتى حاليا في كل الحكومات لم تنصف البصرة. الآن بدأ وجه البصرة المشرق يظهر، لكن تحتاج إلى كثير من ذلك التراكمات لسنوات ولأجيال متعددة، وبالتالي البصرة اليوم تحتاج إلى أكثر لأنها تستحق الأكثر، لأنه بوابة الأموال للعراقية البصرة. بس من البناء هذا التطور على شنو الشهد؟ من نرجع للأساس. نعم. إحنا لولا الرياضة لولا البطولة أكيد. ما شهدت هذا. نعم. نعم طبعاً هذا جاي كان بالحديث. فاليوم الإصرار على إقامة البطولة في البصرة كان نقطة إيجابية للبصريين قبل غيرهم. صح. وكل الشرائح في المجتمع البصري تلمست أن هنالك أفق أوسع للتطور والارتقاء والازدهار في البصرة، من تعبيد الشوارع، المجسرات، الملاعب التي بشهادة عدد من الزملاء والأخوة في الخليج أنه في الخليج لا توجد هكذا ملاعب. أيضا إذا ما تحدثنا عن الرياضة، ليس من الغريب وليس بالكثير على فريق بحجم الميناء، الفريق الأول اللي مقدر من بغداد إلى كنا نعاني يعني ملعب. ليس بالكثير على أسماء مثل رحيم كريم وعلى أحمد وهذه أحمد وجميل حنون هذا العملاق الذي تمكن من نقل لقب الدوري إلى البصرة وهو الفريق الأول، ليس بالكثير على هؤلاء أن يقام لهم ملعب. وبالتالي اليوم كل ما يحدث الآن هو استحقاق البصرة وليس منه وليس فضل إطلاقا، وما زالت تستحق الأكثر. وإن شاء الله سيما بوجود السيد محافظ البصرة أسعد العيداني الذي أنا في أحدى التغطيات قدم ويقدم وسيقدم الكثير للبصرة وأهلها، وأنا متأكد وواثق وأراهن على شخصية هذا الرجل من إنصاف البصرة فعلا حتى تكون منصفين على الجهود اللي بذلها من خلال إقامة المشاريع الاستراتيجية، وستكون انعكاسات كل هذه الأمور مع بعد بطولة خليج 25. هنالك أبواب الاستثمار ستفتح، هنالك بروتوكولات تعاون، هنالك علاقات جديدة، لذلك لو العين راح تصير على البصرة بعد بالعراق راح العين تصير على البصرة أكيد واجه البصرة واجه مو فقط يعني. بالعاصمة بغداد، لأن قبل أنا أتذكر البصرة يعني كانت إحدى المنتجعات السياحية اللي يريد يتزوج شهر العسل يجي يقضي بالبصرة. زين البصرة جميلة البصرة جميلة، المعقل، العشار، نهر العشار، هاي تراثيات، الشناشيد يعني تمام، حتى الكورنيش، الكورنيش قديم من الأربعينيات يمكن موجود، وشط العرب يعني فرد شيء جميل يجب أن الاهتمام به. حتى الطبيعة يعني الطبيعة من مزاهر مناطق التخارج، وأنا بالنسبة لي في كل بعدنا والله ما في كل حضور إلى البصرة أزور منطقة جديدة. أنا طلعت على الأهوار بالمدينة ورحت على الهوير بعيدة الهوار في منطقة النشوة، وأكو جانب أيضا أكو جانب آخر هو أبو الخصيب، النخيل والماء. بس الطبيعة النهار مو زحف أنا لا بس هو اكو جدول راح يكون للوافدين هنا اللي موجودين نقطه مهمه يفترون على يطلعون على ابو الخصيب ومقصر يعني استاذ كريم احنا حكينا بالكرم بما انه هسه الموضوع موضوع كرم وجاي نشوف مضايف مفتوحه بيوت مفتوحه رغم انه وجود فنادق لكن هاي الفنادق اعتقد غير كافيه اكيد
اكيد. ولذلك يعني شفت غير بعد المضايف اللي شان كل شيء مضيف هنا عملاقه. اخ احمد اقول لك الكرم في اهل البصره طبيعه وليس تقبل. احنا عندنا الكرم شجاعه والله يرحمه الله يرحمك. محدش قال مره تريد تعرف المعذب غطى غفله لا تقول له جاي صحيح تعال بدون ما يدري وشوف شجاعته شلون. صحيح 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 زين. فهسه الجماهير اجت غفل للبصره ونتمنى يعني ان يعني ان يطلعونهم مراضين وانا متاكد هم مراضين زين. وقلت لك الكرم عندنا طبيعه وليس تطبع زين. زين هذه الطبيعه ورثناها من الاجداد زين. والبيئه البيئه اللي نعيش بها احنا نعم. تغصبك بان تكون انت كريم لان الميناء كل الثقافات العالم تجي هنا. يعني البواخر كانت سواء هنديه هولندية هاي ملتقى من ملتقى الثقافات العالم. إذا كنت تشوف أهل البصرة منفتحين على الكل قلبهم مرحب قلبهم يتقبلون أي إنسان يجيهم يجيهم. تمام أبو شمس ممكن العديد من الموجودين العراقيين هي أكو أشياء صارت خلف الكواليس ما لي أتطرق لها بالعمق لكن ممكن لأن التجربة جديدة علينا كعراقيين على تنظيم بطولة أكو أشياء صارت خلف الكواليس ما أريد نتطرق لها ولا أريد أذكرها لكن يحتاج شوية بعض التنظيم بعض التنسيق. أعتقد أنه النقطة الأساسية في هذه الجنبة تحديدا أنك مهما تحدثت عن وجود جمهور عراقي يعشق كرة القدم تجد أن الأعداد تفوق ما تتصور فعلا. لذلك هذا التدفق الجماهيري ربما لو فتحنا له ملعب 65 ألف متفرج لا يكفي ولا حتى 80 ولا حتى أكثر من ذلك. لدينا جمهور بأرقام مرعبة هذا أولا. زد على ذلك أنه هذا الجمهور عاش حالة من الظمأ الشديد لرؤية المنتخبات العراقية والأندية تلعب بشكل رسمي إذا ما استثنينا البطولات الودية والمباريات الودية التي جرت في البصرة أو في أربيل أو في كربلاء. تعرف البارحة بال يعني حدود صور الملعب لقيت عوائل عراقية جاية من أمير من الموصل من الخارج من أمير. نعم نعم أنا شاهدت نساء اثنين من الموصل ما لها علاقة بكرة القدم ولا لها علاقة بالرياضة فقط الحس الوطني اللي جاب. أنا متأكد هو النساء ما لها علاقة أصلا بكرة القدم ولا بالرياضة لكن تعتبر هذا واجب وطني. فشفت العديد من الشخصيات جايين هم مو رياضيين ولا يتابعون كرة القدم ولا حتى يعرفون أسماء اللاعبين لكن يحسون إنه هذا جزء من الانتماء للبلد. هذا واجب علينا أن ننجح هذه البطولة. لكن مع ذلك من خلال برنامجكم ومن بركم الكريم أوجه دعوة لكل الجمهور العراقي ودعوة تصل إلى حد الرجاء والتوسل. إذا لم تكن لديك بطاقة دخول للملعب فلا تحضر إلى الملعب. من الممكن تشاهد المباراة في الشاشات المثبتة في أحياء البصرة أو في البيت. لكن إن تأتي بلا بطاقة وتسبب زخم وتسبب تأخذ مكان غيرك فهذا أمر يعني مؤسف رجاء. فالرجاء الرجاء الرجاء من لا يمتلك البطاقة لا يحضر إلى الملعب رجاء. وإلى أيضا إلى كل شخصية وكل مسؤول وكل شخص آخر نعم. لديه يعني منصب عندما تحضر يجب أن تكون مراعاة لأفراد الحماية هذا أولا وثانيا الشخصيات الجانبية التي تأتي معه. كل مسؤول يجيب أخوه يجيب درايبه يجيب صديقه أو كل واحد عنده منصب يجيب فهذا يعني أمر خلونا نرتقي أكثر. إحنا حصلنا الفرصة ما نريد نفرط فيها. فالرجاء باسم العراق وباسم البصرة أتوسل بالجمهور وأتوسل بكل المسؤولين إنه يقللون عدد الحمايات وحتى نحافظ على الصورة اللي نقلها إلى كل دول العالم وفقط الخليج. وأنا أعود على كلامك أيضا يعني هي بالتالي رسالة لكل المسؤولين سيما أنه الوزراء مدراء عامين. يعني من تدخل للملعب ما يحتاج رتل 50-40 سيارة. يعني والله العظيم البارحة شفت الجماهير تتمنى أنه العراق يخسر حتى
او يخرج من البطوله حتى ما يكون هذا الزخم، واحنا هذا الشيء ما نريده. ليش؟ لان بواحة الاشياء اللي شهدت بسياقات الدخول يعني معيبه جدا، وسبب من؟ بسبب الحمايات والحدث والمشاكل اللي صارت. فرئيس الاتحاد الدولي اللي هو من كبار الشخصيات الواحد اللي موجود بالملعب دخل ويا اثنين عنصرين حمايه فقط، بينما احنا المدير العام رتل 70 جكساره 80 تاهو، والله العظيم ما لها داعي. يا اخوان احنا عراقيين، احنا بهاي الاشياء جاي نزرع الذعر ونخوف الناس اللي موجودين بالعراق سيما الوفود القادمه. يعني ما يحتاج قوات دفاع، قوات الداخليه، تحيه لكل الجهات كل المسؤولين، لكن بالتالي احنا بهاي الصوره جاي نوصل رساله. العنصر اللاعبين من جاي يدخل يشوف عناصر امنيه مسلحين نوعا ما يخاف، يقول شنو اللي جاي يصير، شنو اللي جاي يصير بالعراق. صحيح فعلا. فهاي الاشياء والله معيبه فعلا. رئيس الوزراء الجهات المسؤولين قدموا ما قدموا ما عليهم. رئيس الوزراء يشكر محمد شجاع السودان على اهتمامه بتخصيص الاموال للبطوله، لكن هاي الاشياء هي ايش قد بسيطه لكن مهمه، لكن رسائلها اي مهمه. يعني أيضا نقطة أخرى على سماحة جميل، الجمهور إحنا ردنا كيس وجه حضاري، يعني هذا مخلفات الأكل وأكل حاويات خاصة والله العظيم فعلا الشارع مليان، منظر معيب والله العظيم. يعني إحنا رغم لكل حتى التدخين، حتى التدخين التدخين بالدخول يعني ناخذ الجدار منك والجداح في كل الملاعب، لكن مع ذلك اكو مكان مخصص يعني يقول الجداحات والزناجين تريد تدخل تنزل من الملعب توقف تدخل كم جدار ترجع تسحب، ماكو مشكله بالموضوع. فخلينا نحافظ على هاي الامور اللي هي بسيطه، حرامات تاثر عليها. طيب وانا اقول بسيطه، فهي اشياء بسيطه تكون تاثر عليها اللي هي جايه تاثر. يعني سوينا حفل افتتاح يعني ما اعرف يعني حتى ما ينوصل، يعني ليش نخلي هاي الامور البسيطه تاثر علينا؟ يعني المهم ماكو سلبيات بس ان شاء الله بوابات الملعب هي مو ذات يعني حتى متجاي نقول السلبيات، احنا مو من باب الانتقاد بقدر ما لا طبعا بالتصحيح فقط. يعني الحرامات هي اشياء بسيطه هي مو. ولا تنسى احمد يعني ترى هي الثقافه مهمه جدا للفرد العراقي. نعم. احنا تنقصنا الثقافه الاجتماعيه زين، تشوف من يجي يعني مو بذاك المستوى الوعي الكامل بحيث يقدر احنا استاذ كابتن كريم احنا هو عندنا ناس واعيه، لكن هو مو حتى الناس اللي دخلت وجت ابو شمس يعني موضوع احنا حديثيه التجربه ما منظمين سابقا اكبر مسابقه احمد حداثه التجربه لا ما تنقل له احنا نظمنا غرب اسيا بقوله لا قصدي في السابق نظمنا بطولات فيها افتتاح مثلا في 79 كان اكو افتتاح لكن مو بهذا الحجم. ايضا 89 كان الجمهور واعد ذاك الوقت، مجلس التعاون كان الجمهور واعد، كنا نستضيف على طول كاس العرب، كاس فلسطين للشباب، كاس فلسطين، كاس العرب في بغداد وفي الموصل وفي كركوك صارت مباريات، كان بها افتتاح لوحات فنيه بمدرجات لكن مو بهذا الحجم. اليوم الحداثه في التكنولوجيا. ايضا قضيه مهمه اخرى انه افقد الملعب باكثر من بوابه، فاخصص بوابه لدخول الصحفيين الاعلاميين، واخصص بوابه لدخول الشخصيات الرسميه العوائل، اخصص بوابه للعوائل لذوي الاحتياجات الخاصه. ايضا افقد لمسات تضيفها تعطيك جماليه. هذا مثلا المشجع بدل ما شايل بطاقته يدخل يسال الشرطي يسال الجندي يسال اسمه، اجيب شباب متطوعين البسهم زي السندباد هو يوقف ويرشد العالم، هاي البوابه كذا، هاي البوابه كذا، بساعات بسيطه هو تعطيك الصوره الجماليه. ساده حتى السيارات، يعني احنا عندنا هذا الملعب يشيل اكثر من 10,000 سياره. مدينه متكامله. ليش يعني تخلي واحد يمشي مثلا شايب وما يقدر وجاي؟ هاي صعبه. لا ممكن باصات نقل، هي وزاره النقل خصصت 50 حافله موجوده في كل الدول، هذه قضيه النقل في كل الدول موجوده. نعم. حتى في الخليج نروح بطولات يعني مسافه قبل الملعب والباقي تمشي، لكن ممكن مثلا يصير استثناء لكبار السن
دوري احتياجات خاصه للنساء للنساء تتوفر لهم. وانا متاكد ان جمهور البصره او جمهور كل المحافظات من تخلص السيارات ويشوف مثلا امراه او رجل كبير في السن هو من يوم ما يقول تفضل اصعد ما يصعد قبله هو وياخذ السياره ويروح وياخذ الباص. اكو قضيه اللي سمعتوها اللي هي داخل الملعب ماكو مطاعم، ما شفنا كافتريات، ما شفنا كافيات، حتى الجمهور مثلا الناس البارحه اللي موجودين بالملعب تقريبا متواجده من الساعه 10 الصبح. نعم مو كافيه كانت المطاعم، كانت برا اكو بس مو كافيه. عن الملعب اقول داخل الملعب يعني يحتاج لنا هيك شكشات بوثات ذن اللي الموجودات اللي بالمولات وغيرها. يعني احنا هاي اللمسات بسيطه يعني. انا اعتقد السبب الاول والاخير في هذا الموضوع حتى لو القضايا بعدها ما كامله ودت يبلشون بها لحد الان، السبب انه احنا للاسف وصلنا الى مرحله انه صارت القرعه عندنا بالبصره وما متاكدين من البطوله تصير لو ما تصير. هذا جانب كلش مهم. يعني احنا من خلال 21 الى 25 يوم البطوله بالبصره رحنا نشتغل وماكو بطوله، فصار عندنا فد هاجس قلق انه حد يعني انا شخصيا غير اقسم بالله الا وصلت الوفود يعني يلا صدقني، والا البارحه والله العظيم البارحه بالملعب من صار الافتتاح يلا هاني رغم انه والله العظيم الدموع تنزل بدون شعور والله العظيم. ها يلا يلا قلت البطوله بالعراق وراسا كتبت على التعليقات على دمشق كيف نجحنا ما صدق والله العظيم، لانه فعلا التجربه مره كانت يوميه في البطوله بالعراق. فانا يعني الحمد لله شكرا فقط انوه لهذا القضيه. انا كان ممكن من اول نسخه اذا ما صار في العراق انا ليش اوقف الشغل؟ اكمل شغل وهذا اللي جاي يقوله اكمل شغل شرب ليش معمر انت عمر بلدك وتعمر الاهل يعني حتى لو ما صارت هي انا اول ما غير انا اكملها صارت بطوله خير صحيح متعودين على نظام الفزع ان شاء الله ان شاء الله وبالتكاتف والتعاون والانتقاد البناء من الاعلام وليس الهدامة بقصد انه والمقترحات اللي تقدم ان شاء الله راح تكون هذه خليج 25 انعطافه بتاريخ العراق وراح تسوي ان شاء الله انعطافه وانعكاسات وراح تدخل مراحل متقدمه من الاتيكيت والتنظيم وكل شيء. كابتن كريم ندخل على المستوى الفني الامور الفنيه اللي تخص المنتخبات. البارحه يمكن المباراه الرسميه الاولى لمنتخب العراق منتخبنا باعتبار انه المدرب خاض وديه وحده والودية الثانية بين أليف وباء. نقدر نحكم على المدرب أو على المنتخب بمباراة واحدة بعد شلون شفت المباراة كأداء؟ طبعا من المغالطات جدا بين أنت تحكم على المدرب من مباراة واحدة. لكن ممكن تستنتج هواي أمور من يعني طريقة اللعب وبعض اللاعبين وهاي كلها تقدر تستنتج. شنو اللي استنتجت البارحة؟ البارحة استنتجت إن العمق الهجومي غير موجود وحده العمق الهجومي عمق يعني لاعب الوسط اللي يحط بالعمق يعني احنا نلعب لاعب واحد من الامام المفروض الكثافه العدديه تصير مين من الخلف زين اي من الخلف ثانيا صانع العاب ماكو يعني احنا عندنا مع احتراماتي للمدرب يعني هذا رايه عندنا ثلاث لاعبين صانعين العاب من احسن صانعين عندنا محمد قاسم وعندنا قوقية عبد الكريم حسن اي ليش ما لعبه ما اعرف وعندنا علي حسني الولد البصراوي يقولون مصاب او ما مصاب هذول محتاجين ليش لان الكره دائما كل بالعمق زين يجيدون الشوت على الجول يجيدون هذا فالمفروض كان بالنص البارحه واحد من عندهم او اثنين يعني الفريق يحتاج له المنظومه الدفاعيه المنظومه الدفاعيه مو افراد لا منظومه كامله هسه احنا شفنا البارحه فريق السعودي شفته اكو منظومه دفاعيه ولو اكو كانت اخطاء بس تحس اكو تقارب اي اكو تقارب اكو هذه من تكون الكره شلون يتصرفون احنا ماكو البارحه كانت عندنا علينا خطوره يعني زين ليش؟ لان المدافعين كلش واحد بعيد عن الثاني ولدت اخطاء الفريق ما ينحكم عليه من اول مباراه زين فريق الراتب
اثنين او ثلاثة. ولا تنسى الفريق اللاعبين المغتربين ما اجوا وهم الثقل الكبير، لان الان الفرق خاصة العربية حتى الاوروبية تعتمد على اللاعب المحترف، واحنا عندنا كذا لاعب لو جايين جاي يمكن راح تفرق المباراة، تفرق بالقضايا الفنية، لان اللاعب المغترب متأسس اساس صحيح، مو مثل لاعبنا يستوعب كل ما تقول له. انا يعني ما اقدر احكم هسه الا من بعد المباراه الثانيه، او بعد المباراه الثانيه تحكم الثانيه ان شاء الله. ابو شمس، ممكن الاعلام ما طرق لهذا الجانب الفني بين البارحه الافتتاح غطى على كل شيء فنيا. انا اريد ولو ما شفت المباراه اتحدث وصلت للملعب، اتحدث منطقيا. نعم، اولا احنا قضيه تعاقب المدربين اثر علينا ما استغرب. اثنين، المدرب كاساس ما عنده معرفه سابقه باللاعبين ولا متابع للدوري العراقي حتى يعرف اللاعبين، لكن اجى شاف اللاعبين اولا واخيرا يعتمد على الاسماء اللي دائما ما تكون في القائمه الرئيسيه وثم تختزل. هذا احنا ما عندنا كل مباراه كل ما عندنا قائمه رئيسيه، لذلك هذه البطوله هي الفرصة المثالية لكاساس لمعاينة اللاعبين. يعني أنا متأكد أن الآن كاساس ما مهتم باللقب البطولة بقدر ما مهتم إلى تطبيق الأسلوب اللي يريده، اللي هو يشوفه صعب على اللاعب العراقي لأنه ما متعود عليه. أغلب اللاعبين العراقيين هذا الأسلوب مثلا صعب، أسلوب الضغط، فيريد يوصلهم إلى مرحلة يطبقون الأسلوب، يهتم بهذا الموضوع اكثر من يهتم بالبطوله نفسها. ليش؟ لانه يفكر باستحقاقات خارج المقبله اولا، يفكر ببناء منتخب عراقي بعناصر جديده ثانيا، ومثل ما ذكرت لكم البطوله هذه راح تكون هي الفرصه المثاليه لمعاينه اللاعبين وتحديد الاسماء، وايضا فرصه لمثلا المناوره باللاعبين، كذلك انه ثبات تشكيلة يريد البطولة أو المباراة يعني لا تعطيك انطباع واسع. وأكو مسألة مهمة جدا، إنه إحنا دائما مثلا نقول ليش ما يلعب فلان، ليش ما يلعب فلان، ليش ما يلعب فلان. هنا القضية المدرب دائما يعتمد بشكل كبير على أداء اللاعب في التمرين، على روحية اللاعب في التمرين، فأحيانا اللاعب يستقتل في التمرين تشوفه بالفورمة لكن تنزل بالمباراة. ما أقدم لك أنا مو فني طبعا، عندنا كابتن. لا بالعكس كلامك صحيح، لكن تشوفها بالمباراة ما أقدم. صحيح، يعني أكو لاعبين أندية ولاعب منتخب تشوفه من أندية جيدة. فأنا أعتقد أنه إذا ما استمر كأساس على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وإذا ما ابتعد عن التأثيرات الجماهيرية والفيسبوكية وغير ذلك، هو بعيد عليها لو قريب، لا إن شاء الله بعيد. وأيضا البقاء مع المنتخب يحتاج الاقتصار على التدريبات لا يعطي نتيجة إطلاقا. لا يجب أن نشارك في بطولات رباعية ثلاثية مباراة تدي على مستوى عالي حتى تكون صورة واضحة للتأساس وكذا يقدر يختار اللاعبين. اعتقد انه المجال ما زال مفتوح امام المدرب وايضا امام اللاعبين، ومباراه بعد مباراه راح نشوف اذا اكو لمسات للمدرب او ما اكو لمسات. هذا ما يتحدث عن النتائج. نعم، انا مبين المدرب لمسه صحيح في مباراه مره ثانيه، ما علينا يفوز يخسر معنا ما لنا علاقه بهذا الموضوع، لكن مبين انه اكو لمسه، اكو تغيير باسلوب اللعب. صحيح، اكو حاله جديده مثلا سواها بالمنتخب. انا اتذكر احنا بالدوري العراقي بالسابق خليل محمد علاوي مدافع لعب مهاجم. صحيح، صارت يعني مثلا كريم وخليل والله تحسب المدرب غانم نص لعب دفاع اسرع غانم مدافع لعب مهاجم سواها اتفوك اتوجع شيركم مدافع بالضبط. فيعني اكو هيك خص يعني اللي وصل انه اكو الافكار بذهن المدرب هي تبين انه هذا عنده لمسه لو ما عنده لمسه. والانطباع الاول الواحد اللي شفته ما حسيت مال خلف مجسات عن المدرب باعتبارك فني المدرب يعني عرفت فكره البارحه شنو يريد؟ لا بصراحه لا. ليش؟ تدري ليش؟ لان هو قلت لك مثل ما قال استاذ عدي او هاي ثاني مباراه او ثالث مباراه
يعني ثلاث شيء تريد عندي. مدرب شنو؟ مدرب كن فيكن ما عنده عصا. نعم. يراد اللي عمل طويل. أكو نقطة واحدة بس أنا لاحظت لا اسمح لك. استحواذ؟ لا لا مو الاستحواذ. إنه ده يحاول يجرد اللاعبين من السنتر شوت أو الكرات الطويلة. ورجعوا عليه. إيه. هم صار. هذا رجعوا عليه لأنه إحنا مثل ما ذكرت لك أغلب الوحدات التدريبية للأندية متشابهة. صحيح. كل أغلبها يعني متشابهة. مع احترامي لكل المدربين. فيراد لنا وقت حتى نتخلى عن هذا الأسلوب. فأعتقد يعني حسب وجهة نظري إنه يحاول إنه يجرد اللاعبين من هذا الأسلوب. ويحاول انه يعتمد على الكرات ما خلف المدافعين يعني هذا ذكاء ميداني يعني يحاول انه مثلا يرسل كرات يرسل كرات خلف المدافعين. ايضا نقطه مهمه جدا انه اللاعبين اللي يعتمد عليهم بتطبيق هذا الاسلوب هم ليست لديهم فرص كبيره مع المنتخب العراقي بالانسجام نعم. مثل امير الاعمالي وغيره وغيره فيحتاجون ايضا لذلك يعني الأسماء المشهورين بالتيكي تاكا يعني يجب أنه يريد يفرض أن يستمر في المباريات حتى نعطي انطباع واضح عن المدرب وعن صورة المنتخب في المستقبل. هم الأسبان متعودين على التيكي تاكا صحيح وإحنا متعودين على السنتر شوت إيه فيحتاج لنا وقت ويحتاج وقت. أنا مثل ما قلت لك يعني المدرب ما ممكن أنت يعني تخليه بالميزان وهو بعد بلعبتين أو ثلاثة لمسات يمتى الناس تشتغل سنة. أنا أتذكر بالـ73 منتخب يوغوسلافيا قبل 5 سنوات يخططون لهذه اللحظة والمدرب لحد الآن أتذكره قال إحنا نطلع له أول له ثاني وبالفعل صعدوا على النهائي وفازوا ضربات جزاء على ألمانيا. زين هذا التخطيط هذا التخطيط الرادنة. المدرب مو يوميا مغيرين المدرب إحنا ما يفيدنا يوميا تغيير المدرب لأن كل واحد وأسلوبه كل واحد وإلى إلى إلى خاصيته. هذا يلعب مدافع هذا يلعب مهاجم هذا يلعب ضاغط هذا كل واحد والأسلوب يعني بس يمتى يبين الأسلوب وخاصة باللاعب العراقي. زين اللاعب العراقي ترى مع احتراماتي مو مثل المؤسس تأسيس عدل. زين الآن يعني صعبة أكو لاعب يأخذ من مرة واحدة أكو لاعب من مرتين أكو واحد من 4 مرات أو 5 مرات هذه إرادة لها فترة العمل للمدرب. فاحنا ننتظر ونصبر ولا نكون عجولين ولو احنا نطالب الان نطالب بنتيجه ونطالب من حقنا اي هو من حقنا بس انت لازم الجمهور عندك انت لازم الجماهير اصلا ما قابله عن النتيجه طبعا احنا ما قابلين عن النتيجه زين لكن كمنظار علمي يجب ان نتخلي هذا المنظار ما ممكن انت بهاي الفتره يقدر المدرب ان يسوي له او يبني له فريق متكامل. زين ابو شمس المؤتمرات الصحفية يعني ممكن أغلب المتحدثين اللي حكوا أو اللي صرحوا حتى المدربين إنه جئنا من أجل دعم الخليج جئنا من أجل البصرة هاي ممكن الظاهر لكن بالخفة هو جاي يصرح لك لكن هو بالأساس ممكن تلقى جاي للبطولة ممكن يحصدها. نعم هذا يعتمد على نوعية المنتخبات. هنالك منتخبات حضرت للمنافسة. من رأيك حضر للمنافسة؟ بس حاليا على أرض الواقع. نعم. يعني المنتخب العماني. الإمارات. المنتخب الإماراتي. نعم. المنتخب ال. لا لا المعطيات وين تشير؟ لكن. المرشح. من المرشح؟ قضية مهمة جدا. هناك منتخب واحد يختلف عن كل المنتخبات. واللي هو؟ وهو المنتخب البحريني. بطل اسألني ليش؟ ليش؟ المنتخب البحريني غائب عن الألقاب لسنوات طويلة ما عدا إلى قبل. نعم. الآن بعد أن حصد بطولة الصداقة في غرب آسيا في العراق ما شاء الله خير عليهم في العراق وأيضا الخليج أصبح الآن المنتخب تنظر له منتخبات نظرة أخرى. مو مثل السابق مستوى هذا جانب. جانب الآخر أسلوب المدرب أسلوب يعني حقيقة يوحي لك بالبداية أي الفريق يلعب مع المنتخب البحريني أسلوب المدرب يوحي لك أن المنتخب البحريني يستسلم بحاول يمتص جهدك ومن ثم الربع الأول من الشوط الثاني يبدو يهجم عليك وشوف دائما نتائج المنتخب البحريني يجيب الشوط الثاني يعني الأهداف لا بالإضافة إلى ذلك استقرار الفن ولا استقرار كادر أيضا المنتخب العماني 4 سنوات تقريبا صار له مدرب عليهم هناك حالة من الاستقرار. المنتخب السعودي
نعم شارك بالخط الثاني، لكن هناك 6 لاعبين أساسيين لم يلعبوا في كأس العالم لكن لعبوا في الخليج تقريبا. أيضا منتخب منافس. المنتخب الكويتي يشبه تماما حال المنتخب العراقي، شباب كل يعني في كل شيء نتشابه مع الكويت. في تقريب البطولة أغلب المشاركين لاعبين جيل جديد للكرة الكويتية، وهم بالضبط مثل ما ذكرت هم يتغنون بجاسم يعقوب وفش حكمي 10 بطولات هم أبطال البطولة الكويتية، لكن يوم وصلوا إلى مرحلة يبدون يقدمون في شيء جديد. لذلك حس كل الانتخابات النفسة حتى المنتخب اليمني لولا تصريحات المدرب ممكن أن يكون رقم فيها البطولة. لا ممكن يكون مفاجئ المنتخب اليمني على اعتبار ما عليه ضغط. بالضبط يمتلكون لاعبين جيدين عندهم محترفين في البرازيل بس يعني كمنظومة لعب كمنظومة هذه شوية ينقصها كثير ويحتاج ولا هم ويا الشباب ويا الأولمبي جو هنا وغلبوا منتخب العراق وغلبوا منتخب السعودي. هذا الأولمبي بالأولمبي ما لهم غلبوا السعودية وناشئين ممكن هم غلبوا السعودية. فهم يعني الفريق اليمني جاهز زين بس يبقى شنو يبقى هاي الفترات. يعني أنا سألت واحد من عندهم قلت له ليش أنتوا هيك، قال لي أن اللاعبين المحترفين يجونا متأخرين الآن وصلوا رأسا يجوا للبطولة، لذلك يحتاج لهم نوع من الانسجام. أنا أتذكر أنا اشتغلت باليمن، يعني المدرب العراقي كان له فضل كبير بما بتطوير الكرة اليمنية، خليل علاوي كريم علاوي فيصل عزيز غانم عربي أنور جسام المرحوم سعد يونس، يعني الكل هذول الفئة وين دربت باليمن، واللاعبين الآن موجودين علي النونو يمكن جاي موجود يعني الزريفي اللي هو الزريفي اي كلهم منتخب ابو سعد حميد الزريفي ايضا اي قديم كريم حبيبي الله يشفيك مجددين استاذ عدي شكرا لك لقناتك استاذي الله يسلمك ونتمنى لك التوفيق وايضا نتمنى التوفيق لكل الوفود الخليجيه المشاركه في هذه البطوله ونتمنى ان نكون قد قدمنا لهم ما يليق بهم حقيقه وان شاء الله نعيدهم ونعيد الجميع باننا قادمين ان شاء الله قادمين وتشبع نهر خوز ان شاء الله. اي نهر خوز اهم شيء نهر خوز لا تكثر منها سوي بك كوليسترول جبار المنطقه. شكرا جزيلا شكرا حبيبي وبالتالي ايضا لاحظتم جبار الشاعر جبار الفرطوس يقول ها جبار ميت والسياسه تلعب راسه هو ميت يفكر بالسياسه جبار ما الله يهداك ان شاء الله تفكر بالرياضه وتعوف السياسه. كتابه تقبل وتحياتنا تحيات كان العمد. Yeah.